الزيوت العطرية تعتبر كنز حقيقي وطبيعي، وزيت عطر الوردة الشامية والياسمين يلي انطلق من دمشق وانتشر بالعالم من أغلى الزيوت العطرية ثمناً، وما زالت بيوت الماركات العطرية المشهورة عم بتصنع أفخم أنواع العطور مستخدمة هالزيوت. هلا نحن بتمتاز دمشق هي طبعا سوريا اجمالا بثلاث انواع هي تنفرد فيها، هي الورده الدمشقيه، الورده الشاميه، والياسمين، ياسمين الشام، والفل. هلا هدول اميز الانواع اللي عندنا كنكهه وكعطور. هلا مهنتنا عمرها هلا 75 سنه، طبعا انتقلت بمراحل، يعني مو مباشرة هيك على وضع الراهن. الأول كانت مهنتنا مع العطارة، عام 1950 انفصلت المصلحة العطور عن العطارة، صرنا عطور تخصص يعني حصرا. هلأ بالنسبة للمواد المستخدمة نحن غير اللي نحن هون منصنعها الشغلات الطبيعية، نحن منجيب زيوت عطرية من كتير بلدان، طبعا منها فرنسا ومنها الهند ومن أوروبا إجمالاً، يعني منجيب الزيوت العطرية الأساسية اللي منركب منها العطور. مسؤول عن ثبات العطر ثلاث قصص. القصة الأولى هي نوعية الزيت العطري، إذا نوعيته جيدة بيعطي علامة. الدرجة الثانية بياخدها شو هو تخمير العطر. بعد ما بركب البارفان أنا بدك تتركي فترة تخمير، يعني هلأ هي الفترة المثالية طبعاً لا يمكن أنه نساويها بالتركيب العادي. هلأ في عنا نحن منتج جاهز، المنتج جاهز هذا بياخد 3 شهور تخمير العطر صلاحية استخدام، بس يصير ينمزج مع الكحول. ما قبل ما له صلاحية، لما بيكون خام زيتي بالعكس، نحن وقت بنقدر نجيب اسانسات مخمره صار لها زمان طبعا محطوطه بمكان تخزين مثالي، هي بالعكس 20 سنه 30 سنه جيده جدا. انا ما بقدر شخص بيستعمل فهرنهايت من ديور صار يعني صار له 20 سنه بقول له اخي اتركها الفهرنهايت وانا بعطيه العطر ذاته اللي حابه، وممكن اعرض عليه العطر اللي انا المنتج تبعي، يعني الجهتين بدهم يكونوا متكاملين. هلا نحن عم نشتغل على الخطين، اهميه هذا الموضوع بترتب عليها كثير شغلات، يعني بدك تصيري تركزي على زراعه الورود عندك، بدك تساوي مصانع عملاقه، بدك يكون نوعا ما عندك قنوات تصدير، وهذا يعني هي القصص يعني شوي عنا بدها مراحل متقدمة. مو غريب على بلد الوردة الأشهر بين الورود بالعالم صناعة العطور وتركيبها بحرفية عالية، فالوردة الشامية على مدى العصور ذكرت في الإلياادة والأوديسة للمؤرخ الإغريقي هوميروس، ودونت بذاكرة الإغريق لما ذكرتها الشاعرة الإغريقية سافو بالقرن السادس قبل الميلاد، وأطلقت عليها ملكة الأزهار. وبإحدى مسرحيات شكسبير ذكر بقوله جميلة كجمال وردة دمشق.